واحد السلام عليكم يا اخوان وتحياتي لكم واحد واحد مات خوكم البرقادي ودائما ديديكا سبيسيال مغاربه داخل الوطن خارج الوطن. المهم كيف نهضروا في واحد الموضوع. قبل ما نهضروا في الموضوع ديالنا كنطرقوا لواحد نصيفطوا واحد الرساله لواحد البعض من الاشخاص بحال دابا واحد النوع اللي كيربي الشعر. انا اللي بغيت نفهم هذوك الناس اللي كيربيو الشعر. دابا الشعر عندهم مواليه فهمتيني. واحد انسان كيشوف واحد عايش في اوروبا عيني زرقين وشيب وبلاق بزاف وكيبان لك اللحيه ديالهم ستيليا وكيجي مع الشعر مع ورطه من عضلة. واحد شعره بحال الفيلاص ديال القباصه ووجهه بحال البعويده وجهه عوج مثلث وباغي يدير الشعر. راه ما يمكنش اصاحبي راه ما يمكنش. راه ما غاديش واحد انسان كتلقى ما عندوش لحيه ومربي الشعر وحازم. شفت اش من رساله بغات توصل لنا؟ عاود انت ولا شنو؟ شنو عاود ولا بغى مربي الشعر ولا شنو؟ واحد وجهه قد هكا بالطول وجهه قد هكا بالطول وكيربي الشعر. الشعر عنده مواليه صاحبي راه عنده مواليه عنده ناس. انا بعدا انا ما يقدرش يجي معايا الشعر. انا كنتقبلها راسي كبير مثلا ما نقدرش وجهي ضير ما نقدرش نربي الشعر. غير بالك هابط لي شعري هنا غنبان لك بحال شي فرس النهار بحال شي فهمتيني. ما نربيش الشعر ما نديرش الضحك في راسي. واحد انسان كتلقى صاحبي شعره حرش ومربي وحازم وشعره كيبان لك فيه في اش نقول لك بحال جيكسات حرش من هنا مجعدد وعنده الخاطر يبقى يمشط فيه ويدير لي الزيوت ويدير لي كذا وحازم. هذيك الحزمه اللي بغيت نعرف واش ميكا كحله محطوطه دير شي زباله باغي يديوش زباله راه ما يمكن. كيكون مريح في كرسي والله تصحبها ميكا كحله تهزها محزومه مجموعه فيها الزبل واللعيبات صاحبي. وجهك ماشي ديال الشعر. وجهك اخويا ماشي ديال الشعر. وجهك اخويا ديال تحسينه عسكريه ديال صاحب الجنيد عاديه وتلبدها وتعطي حميدي جبدها. انا نقول لك من هنا نسيني لك على انسان واحد وجهه بحال المثلث بحال الفرماج وباغي يربي الشعر وباغي يطلقو بقى يلعب ليه. كيتلقى واحد النوع عندنا في المغرب. حنا في المغرب عندنا بنادم شكوادرا كتلقى واحد شعره رطب بزاف ولكن وجهه مثلث كتلقى مربي وجهه بحال مثلث كيبان بحال شي ما عرفش بحال شي سوينغ مقلوبه بحال شي فهمتيني بحال شي ما عرفش والله. وبنادم صاحبي كينوض كي عاد داك النوع اللي كتلقاه خايبه وخايبه وما سترتش راسها. انت خايبه وما سترتيش راسك يعني تخيل معايا شوف الحياه مع من كنعيشو. المهم الموضوع ديالنا اخوتي هو اللي غنهضروا عليه هو ديال التطواج فهمتيني. داك النوع اللي كيدير التطواج دابا غنبداو من الناس ديال بكري. الناس ديال بكري غنقولوا كانوا اميين ما كانوا مقارينش كانوا كانت الزينه في الدوار كتقسم راسها بحال هكا كيدقوا واحد الربيعه خضراء وكيهدروا على شوت الرماد وكيعمروا لهنا هنا الضربه هنا وهنا بحال مضروبه بشاقور فهمتيني. هذه هي الزينه في الدوار وكان كيعطيو واحد الزين بحال هكا كيديو العروس العريس بقى موسطاج كياخذ فهمتيني. كانوا الناس تقاليد عندهم اللي زوينه في الدوار كيديروا لها الوشام هنا على جداتنا كانوا بحال كواش من هنايا فهمتيني ضاربين هاد اللعيبات كانت القادومه مقسومه وكيضربوا هنا ولا هنا فهمتيني. الناس ديال بكري نقولوا ما كانش الوعي هما كيعترفوا كيقول لك اوليدي ما كانش هذا. ولكن انسان ملي طيح في الالفينات وكذا وكاين زمن العولمه والتكنولوجيا وكذا وهذا علاش الله عز وجل اش قال لك؟ قال لك نعل الله والله ميسات والواشمات الى يوم الدين فهمتيني. هذا دليل قراني كاين اثبات يعني شي واحد ما يهربش من هذه ولا كذا وكذا يعني بحال قلتي النجاسه فهمتيني. احنا الدراوه ديالنا شو قداش كشافنا قداش ولعب ما كنوشمش طاحوا في يدي فرص باش ندير تطواج ولكن ما نديرش تطواج ما نديرش فهمتي. مع انا ما عرفتش شنو غادي نوشم شي حاجه غتعنيني. بغيت شي حاجه الا كانت كتعنيني دابا بصح مثلا نقدر نتريني تهلا صحتي ناكل مزيان. واحد انسان كينوض كيدير واحد التطواج بحال واحد ما عرفش واش مقلب ما عرفش واش مقاد السكر ما عرفش واش بعويده فرماجه وكاتب على فاتحه ودير من هنا. هذا اللي واش مالي واش مالي برجلو ولا شي كاسول باليسريه ولا ما عرفش. التطواج راه عندهم مواليه. دابا غتقلد واحد انسان عايش برا في اوروبا مثلا ولا عايش في امريكا كتلقى كتافو قداش والعرض البيسابس البراك كتاف الصدر حتى خرج من البحر كيبان لك التطواج بعدا اجدي كيبان لك التطواج اجدي. الا كان واش مشي لعيبه كتعنيه مات لي ولدو في شي حادثه تسير كذا شي حاجه كتذكرو بمو وبا. ما واحد واش مني سميت صاحبتو الا تخاصمتي معاه كيمشي عاد يرجع عند مول التطواج كيقول لي عاد محمحي ودير فاطمة الزهراء بلاصه حيد ايمان ودير فاطمة الزهراء كيبقى كل مره يمسح بحال دفتر الوساخ. وكتلقى بنادم صاحبي فيه كاس ديال الدم وضعيف العظم عظم عظم فيه عظم باغي يشم الجلده والعظم باغي يشم عليهم. هذاك راه خويا ملي غدخل لك هذاك البلد ديال التطواج راه تقدر تخرج لك من الجهه الاخرى حيت ما عندكش المسكل ما عندكش الحمام ما ترينيش. مشكله دابا هذو اللي كيمشيو كيتعرفوا في البحر هذو اللي كيديروا التطواج واحد البعض منهم ماشي كلهم البعض منهم ملي كيتعرفوا في البحر كيبان لك هاد الجهه كحله وهذا كله صدر ابيض وعندو ربعه الزغبات بحال الكيتار الوسط واش اش كاتب
با دامي با كونفيونس مامو افونتوس وكتلقى مجمع مع ربع الدراري كيقول لك فرده كشكش هو لا يحلم الهضره في التطواج ومريح معاهم كيفتخ معاهم على الجوع وبارك هو كيقول لك فرده خويا من دوش العيطه كاينش من تناقض كاتب با دامي با كونفيونس مامو افونتوس فهمتيني هاد التطواج كتلقى عند كونترول هاد الطوبيسات بزاف فهمتيني كتلقى كيقول خويا ورقتك ورقتك كتلقى داير تطواج هنا كيبغي يزري فهمتي كاتب فاتيحه الموت القتل هذا واش هذا واش بغيت نعرف هذا واش تطواج ولا خويا سبوب ولا واش فقيه كان كيبخر يسبب ليك اللي جات فيك يكتبها لك شي وحدين دار ضربه وكاتب فوق منها فاتيحه الموت ناري شدك الا في الا مور كيعرفوا حتى التطواج ما كيعرفوش بحال واحد واش مقصه ديال الديب واش انت ديب ها هذاك انت انسان هو داك ديب قال لك قرا عليه واحد انسان سولته قال لي واش قرا على الديب علاش وشمت انا هذاك راه ديب راه فيه تحرميات فيه القوالب فيه كذا زعما الديب فيدال وكذا وانت تكون بحالو عاده وبغيتي تكون فيدال بحالو خلي الناس شكرك مشيت توشم لينا ارتيكل فهمتيني وكاين اللي كتلقاه كاتب ارتيكل باللونجلي فهمتيني I don't fucking care every people everyone because very happy man fuck the world ملي كتسولو كيقول لك قراها وغتفهم سير ديال صورها بالتليفون سير حتى هو اصلا امي ما قاريهاش واشمها ما عارفاش اش كتعني واشمها تما غير داك تحط طواج اش كيديروا كتلقى ملبس لي قال ديال الفرمليات وكيبدا يرقع في عباد الله بحال دفتر الوسر هاك بالك هاك بالك مشكله انسان ما عارفش واحد انسان صاحبي معظم فكان عظومه علاش غتوشم شنو بغيتي توصل لنا الرساله بغيتي توصل لنا سير اول حاجه قبل ما توشم تريني بعدا عرض مزيان يكونوا كشاف البراد بيسيرس الفورما صدر يكون طنطن بحال طاكوس يكون خارج الموليات بيس هذاك الشيء حتى الا ضربتي بعدا شي لعيبه عاد نقولوا راه جات معك تقدر نقولوا فهمتيني حتى الا درتي شي دم مع الله نقولوا راه جات معك ديك الساعه واش انت معظم فك سوء التغذيه وفك كاس ديال الدم بحال الحليوه وباغي توشم هذا كتسمى الوشام على الجوع فورمة الجوع يعني خاصك تريح تلبدها سير تاكل تقول مزيان تهلا فراسك عاد فكر في الوشام فهمتيني قال لك لو كان الوشام يزري كون وشمت حمامه في كري راه الوشام راه ما عنده ما عنده حتى علاقه هذاك الضرابي ولا الوشام ما عنده حتى علاقه هذاك دليل على انه واحد الانسان كيكون عنده كيفاش نقول لك كيكون مقموع كينوض كيضرب واحد الضربات كذا كاين واحد النوع اللي كيكون مسكين عنده العصاب هو اللي كيضرب راسو بالعصاب هذا النوع اللي كيبغي يضرب راسو باش يبقى يستغلها فهمتيني كيبغي يدير شي كروسه ديال الديسير او كروسه ديال الري والشوفان كيلبس دي باردور كيبدا يوريك الوشام والطراوي اما غتخلعناش بيه داكشي حنا لا خدينا مع داك جبانيه الريب وخلينا داك الدراهم راه ماشي خوفا ها تعاملنا معاك وقلنا السيد تاب خلي نعاونوه ماشي خلعتينا فهمتيني ولا لا راه خوف من الله راه نقول لك واحد القضيه راه تخاف من واحد كيلمي ما تخافش من واحد ضارب يدو واش هذاك الشيء اللي كيكون قلت لكم ديما اللي كيكون واشم وضارب يدو داك راه يقدر يتصل تيشيرت ساعتين هو كيعربط تحت الدروبه تصرف اي فونتازم ديالو كيري فهمتيني ما علينا خويا وشام بالنسبه لي انا هو نقدر نصوب فورما تريني ناكل تهلا صحتي نعبر على شي حاجه ديالي فهمتيني ولا لا اما خويا انا باش غنبدا نوشم حدا طوابقي خانزين واحد مخرج كبه بحال طوطو الزغب خارجيت كيدوك واش انت واحد هنا واحد اش تخربيق دفتر الوساخه صاحبي ملي كتسولهم على هذا الشيء كيقول لك هادي فاش كنت مشدود في 2014 عقلت عليها واحد السجين الصديق ديالي كيبقى يعاودك شي قصه وهميه باش انت تعرفك بهذاك الوش مازال اخويا كيبان ليا تخربيق تزربيق اما بنادم ما فاهمش في المغرب شي حوايج على هادشي ديال كون كان بنادم قاري واعي ما يقربش راسو ما يوشمش وما يضربش راسو ما تقربش وما توشمش لان الوشام راه ما عنده حتى شي عبره ولا واحد كيقول لك انا غنوشم نسر وانت واش نسر انت واش نسر كيقول لك قرا على النسر هو النسر قاري عليا انا قاري عليه مزيان عارفه فيدال كيبقى خدام على والديه وكذا من النهار ما كيبقى شي صيد كينتحر الديب كذلك ومثال السبع كذلك ومثال وفهمش ولكن هادو كيبقاو حيوانات الله ميز الانسان والحيوان بالدماغ بالعقل يعني انت عقلك يعني عقلك بحال الحيوان يعني انت ملي ما خدمتيش عقلك فهادشي يعني انت انسان حيواني يعني بغيت نوصل لك الميساج بنادم خويا ضعيف اول حاجه خاصو يدخل لاصال ياكل ويتريني ان شاء الله صحته فهمتيني الفلوس اللي غتمشي تعطيها المول التطواج سير اخويا يدخل بها لاصال تريني بها عمر بها البيسيبس عمر بها الكشاف عمر بها الصدر التباندره تولي على خير هذاك هي الا بغيتي تعبر على شي حاجه الانسان راه هو خاصك الله عطاك واحد الجسم نقي خاصك تردو ليه نقي كما عطاك هذا راه ديال الله عز وجل الجسم ديالنا ديال الله عز وجل يعني ما غنزيدش شي حاجه من عندي خلقك الله بشي عيب عادي كاين تشوه خلقي وكاين هاد الانسان باغي ينقص من نيفو باغي يزيد من قنانفو
كيدخل في العالم ديال الزم الاولي الزمله. هادو راه خاصكم تعرفوا واحد القضيه ان الله خلق لك شي حاجه راه الله القبول راه ديال الله، راه واخا يدير لك فقيه يكتب لك اللي كتب لك، واخا دير اللي درتي واخا تعطي جري في الدنيا جري الوحوش، راه ما غاتاخذ غير اللي ما كتب لك الله ولا قسم لك الله. باش تكونوا واضحين، عندك بنادم كيسحب راسو ان راه كتلقى واحد الانسان مسكين ما كاع ما زوين، ولكن الله دار لي القبول مع الناس، كلشي تيحبوش كلشي تيبغيه كلشي تيتصنت ليه كلشي تيثق فيه، راه القبول من عند الله، راه لا يغير الله بقوم حتى يغيروا بما انفسهم. الله لا مبغاش شي حاجه ما توصلش ليها ما توصلش ليها، يعني بلا ما تبقى تزيد نزيد هذه نحيد هذه نقاد هذه، فهمتيني؟ نقدر نقاد راس ديالي نعمرهم قادهم صوبهم شي درسه طايحه نركبها اي، ولكن باش غنوض نقص من ودني ولا نقص من نيفي ولا غنقص من هنايا ولا ندخل في عالم ديال الزمله صافي، بنادم يريح يتكالما شويه والعباش، يعني قلت لك يتهلا في راسو ياكل يتريني يدير شي حاجه يخدم ينافيغي، اللي جاب لك الله راه غتجي حتى لعندك، ما جابش لك الله غتريح حتى تجي واحد النهار وغد الاجال ديالك. راه في الاخر قلت لك غتموت وغيخشوا لك فالقطار، راه واخا دير فيلا الطيور ما عاد دير العشب، راه في الاخر غتموت صافي. الانسان خاصو يتكالما يتكالما، ما فهمتش انا واحد الانسان باغي يشم واحد الحاجه وما عارفاش ما عارفاش اش كتعني، كاين اللي واشم دين ما شي تخربيق بعدا كي فيه السبان كيعيروا فيه هو في الدين ديالو وما فهموش وكيوشمها، علاش؟ حيت الاميين الجهل الجهل بنادم ما قاريش. انا ما نقدرش اصاحبي انايا، ما يتخاش عليا لحمي نضربو وما يتخاش عليا لحمي انا نضرب في طاطواج اللي غادي، فهمتي ولا لا؟ ما نقدرش. ونزيد لك واحد المعلومه اخرى، الله عطانا هذا الجسم ان شاء الله فيه خاص يرد الامانه ديالو من الاخر، انا ضربه هي فيا ضرب في الطاليان قرطاسه، وعمري قلتها لكم هاي قرطاسه جات فيا قرطاسه في الطاليان شاف وبغيت امتى ندير لها التجميل نحيدها، بغيت نحيدها الضربه ما راضيش بها، كنمشي للحمام كيبقى يسولوني الناس علاش شكون ضربك هذا هذي، اش نقول لهم؟ ما باغيش نقول لهم قرطاسه، انا كنقول لهم نبله، فهموني يا صاحبي، انا ما باغيش يا صاحبي نطيح في هاد العيبات يا صاحبي نوسخ راسي العيبات، انا لو بغيت نعبر على راسي بشي حاجه نعبر على فورما تريني ناكل مزيان ما ندكش براوات بحال هذوك اللي صحاب لاصا فهمتي اجسام وبغال وزبابي وعصافير، ما ندكش براوات ما نديرش ناكل عادي ونتريني، المهم تهلا صحتي هذه اللي كتسمى كنتهلا صحتي، ماشي قلت لك انا نوض در دك براوات ودر الغبره وتنفخ ولي جسم ديال الغوريلا وفي الاخر زنطيطك، لا تهلا في راسك وصافي هادشي اللي كاين. هذه هي الرساله اللي غنوصل لكم الاخوان ديال صحاب التطواج واللي ما فاهمينش التطواج واللي غير كي بنادم كيدير بحال دفتر وسخ فهمتيني، عاد هذوك النوع ديال الدريات اللي كتشعد واحد كيقول كتقول ليه وشم لي يا صاحبي فترمتي، واش ما فترمتها ادم ولا واش ما جعفر ولا نوفل ولا الياس ولا ريان، واش ما فترمتها وهذا اخويا هذا اللي كتوشم اخويا في الترامي اخويا، واش انت بغيت نسولك واحد السؤال، واش انت انسان عادي بحالنا كتفهم بحالنا يعني عيش معنا كتقسم معنا اكسجين، وحده كتوشم لها في الترمته وهذيك اللي كتوشم الترمته واش ما سميت صاحبها في الترمته ودايره فراشه، هل واش ما في الشفلوق ديالها واش ما فيه دايره زعما جناح، شنو بغيتي توصلين لنا؟ هل دايره نسال ديال الطير؟ هل نسال دايره سميتو راس اللفعه؟ واش ما في الشفلوق ديالها بلا حياه بلا حشمه؟ بغيت نسولك اختي واحد القضيه، انا بعدا واحد الانسان مثلا تعرفت عليه وكذا وكذا نديرو هنا تحت معاك في الليله دخلو غتبان ليا واشمه، هذيك الوشمه شرا واخا تكون واشمه لك دريه راه ما عمرها غتدخل ليا لدماغي صافي، ما عمرها غتدخل ليا لدماغي ان وشمت لك دريه ولا ما يمكنش، شوف كاع اللي كتوشم في الفشلوق ديالها ولا في ترمتها ولا بالزول عاهره وقحبه وخانزه وواسعه، نكونوا واقعين مع بعضياتنا حيت بنات الناس راه لحمهم عزيز عليهم ما يخلوش اللي يقرب لهم العباد، اما واحد يوصل لك البيكيره ديالك ولا يوصل لك الشفلوق ديالك ويوشم لك فيها تخاصم مع صاحبك تقول لي حيد ادم دير عاوتاني الياس دير جعفر دير ريان دير كذا، مالك على هاد الفاره اللي فيك وكذا، اش غاتوشمي بزولتك واش ما فيها فراشه؟ شنو بغيتي زعما؟ بزولتك راه فيها نباته بحال الشومبرير كحله، انت بزولتك كحله وغاتوشمي فيها شي فراشه، اش قربك الفراشات؟ اش قربك اش بغاتوشمي؟ يلا الكلاخ الكلاخ شوف الكلاخ مبين اخويا والله العظيم، المهم قوتي تحياتي لكم واحد واحد، تعال الله يعطيك خير.